إن شاء الله. السؤال الثامن: بعض الناس ينكر على من ألف في أخطاء بعض الجماعات بحجة أن السلف لم يكن فيهم هذا التصنيف. السلف لم يكن فيهم هذا التصنيف. أينان ماذا يا إخواننا؟ المهدي بن سعيد الدارمي ألف كتابا في الرد على الجهمية. نعم. ابن مندى ألف كتابا في الرد على الجهمية. الإمام البخاري له كتاب في الرد على الظاهرين أو أصحاب الذين ينكرون خلق أفعال العباد. الإمام البخاري يرد على الحنفية في أي مناسبة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى أعجب لمن يجهل كتب السنة ثم يقول ما رد على المبتدعة. هل قرأتم السنة لعبد الله بن أحمد؟ يا هؤلاء الملبسون، قرأتم السنة لعبد الله بن أحمد حتى تعرفوا الرد على المبتدعة؟ قرأتم السنة أو شرح السنة لللالكائن؟ قرأتم ماذا؟ كتاب التوحيد لابن خزيمة الذي قال: من قال إن القرآن مخلوق ينبغي أن يقتل وأن يرمى به في مزابل المسلمين. قال الذهبي: هذا كلام شديد، يعني لا، لم يقل ما هو صحيح، لكن كيف استطاع ابن خزيمة أن يقول هذا؟ أي نعم، ماذا يا إخواننا؟ فالمهم ماذا؟ ما ندري. من قال لك أن السلف ما ردوا على المبتدعة؟ من قال لك؟ أي نعم، ماذا يا إخواننا؟ كذلك أيضا ماذا التابعون؟ هل قرأتم كلام أبي جلابة في النهي عن مجالسة أهل البدع لئلا يلبسوكم من بدعتهم؟ كلام محمد بن سيرين أبى يناقش صاحب بدعة. كلام الإمام مالك الذي يقول: إذا بلا شك مثلك فإني على ثبات من ديني. هل لا تسرتم أنفسكم؟ لازم تنبشون وتعرفون أيضا ما نجهله من عيوبكم. كنا نظن ما بلغتم هذا المبلغ من الجهل لكتب السنة، والله المستعان. نعم. ابن عباس ناظر الخوارج، وعلي بن ابي طالب ناظر الخوارج، والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول للخوارج انهم كلاب اهل النار، ويقول انهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه.